الله عز وجل خلق للإنسان لسانا واحدا وأذنان، أذنين للإنسان ولسان واحد. قيل لبعض العلماء لما؟ قال ليسمع أكثر مما يتكلم، ليسمع أكثر مما يتكلم. النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بلسان نفسه يقول كف عليك هذا، أبو بكر يقول هذا الذي أوردني الموارد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كف عليك هذا، وأبو بكر رضي الله عنه المحش إيمان ويقين وعلم يقول هذا الذي أوردنا الموارد وكلماته تعد وليست بتلك الكثرة. المقصود بأن الإنسان يجاهد نفسه. يقول بعض السلف أدبت لساني 20 سنة حتى استقام.